الوقفة أتت تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني الأخير الذي تم انعقاده يوم 7 أكتوبر من هذا الشهر. هذه مخرجات المجلس يعني عبارة عن خطوات نضالية تم تجسيدها من اعتصامات على مستوى المؤسسات وأمام المديريات، وأيضا حمل الشارة الحمراء بالموازاة مع تقديم مجموعة من المعتقلين والذي يتراوح ما بين 50 و60 معتقل، عبارة عن دفعات يعني 15 أستاذا 45 أستاذا وأيضا خمسة يعني مجموعة ديال الأفواج تم تنفيذ في حقهم سنة الفارطة 3 أشهر نافذة وأيضا شهرين نافذة شهرين موقوفة التنفيذ، وأيضا مجموعة من السلوكات ومجموعة من الممارسات المسؤولة من اقتطاعات من أجور الأساتذة بشكل تعسفي بشكل قسري لا لشيء، وأيضا بدون توصل الأساتذة بإشعارات. وأيضا لا يفوتني أن أقول بأن هذه الأشكال النضالية التي بدأت هذه السنة يعني قام بها الأستاذ يعني خارج أو التنسيقية الوطنية يعني خارج أوقات العمل، هذا يعني وقوفا عند ذلك القول الذي يقول بأن الأساتذة يقومون بهدر الزمن المدرسي للتلميذ، وأيضا يقومون بمجموعة من السلوكيات من خارج من داخل المؤسسة. ولهذا نحن قررنا تسطير برامج خارج أوقات العمل يعني في العطل، يعني العطلة أيضا للأستاذ لم يذهب ليرتاح أو يقوم بمجموعة ديال الأشياء، لكن أتى ليناضل ويقول لا في زمن النعمة وأيضا ليجسد الموقف في ظل هذا الوضع المزري في هذا الوضع العالمي الذي يتجلى أيضا في الوضع المحلي. نقول للحكومة بأن تتريث، بأن تتخذ قرارات سلمية، بأن تتخذ قرارات مسؤولة نابعة من الواقع، لا تتخذ قرارات يعني تمليها صناديق الدولية أو البنك الدولي، بل يجب أن تعود إلى فئات المجتمع ككل من أساتذة من حقوقيين من صحفيين، جميع الفئات يجب أن تشارك في كل المشاريع التي تقوم بها الدولة سواء على المستوى التعليم سواء على مستوى الصحافة على المشاريع ككل. لهذا يعني هذه الفئات من مجتمع مدني من إطارة نقابية من الكل يجب أن يشارك في بناء هذه المشاريع، لأن البناء يأتي من القاعدة ولا يأتي من الأعلى في أفق أن يكون وضع ملائم، عيش كريم، وظيفة قارة، أمن وظيفي يلائم. وفي ظل هذا الوضع ما تشهده المدرسة العمومية من عنف يطال الأستاذ يطال الوزراء، يجب الوقوف عند هذه الممارسات من كل الجهات سواء الأمن المحلي وأيضا الجهات المسؤولة يجب أن تقف عند هذه، وإن كانت وسائل للجزر فلتستعملها، لكن وجب التحلي بالموضوعية أولا، بالحق في المشاركة من جميع الفئات بمجموعة من الشروط يجب أن تتوفر. ومن هنا نقول للحكومة يجب أن تنصت، على اعتبار أن في البرنامج النضالي أو البرنامج الانتخابي الأخير قامت الحكومة بوعود، أعتقد بأنها وعود كاذبة، بإضافة 2500 درهم للأستاذ وأيضا توفير مناصب الشغل على مجموعة من الفئات، هذا لم يكن مجرد كذب وبهتان على الشعب المغربي. بمجرد أن انتهت الانتخابات والمرحلة الانتخابية تبخر كل شيء ولم يعد كل شيء حقيقة، بل أتت بمجموعة من التراجعات على مجموعة من الحقوق والمكتسبات للشعب المغربي، وأيضا الارتفاع المهول للأسعار وأيضا للمحروقات، هذا كله إشكالات يجب إعادة النظر فيها.